ومن خطبة له عليه السلام في هداية الناس وكمال يقينه: بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم العلياء، وبنا أفجرتم عن السرار، وقر سمع لم يفقه الواعية، وكيف يراعي النبأة من أصمته الصيحة، ربط جنان لم يفارقه الخفقان. ما زلت أنتظر بكم عواقب الغدر وأتوسمكم بحلية المغترين، سترني عنكم جلباب الدين وبصرنيكم صدق النية، أقمت لكم على سنن الحق في جواد المظلة، حيث تلتقون ولا دليل وتحتفرون ولا تميهون. اليوم أنطق لكم العجماء ذات البيان، غرب رأي امرئ تخلف عني، ما شككت في الحق مذ أريته، لم يوجس موسى عليه السلام خيفة على نفسه، بل أشفق من غلبة الجهال ودول الضلال. اليوم تواقفنا على سبيل الحق والباطل، من وثق بماء لم يظمأ.